السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح لموقع نيساش، موقع لتعديل البيتكوين، موقع صادق 100%. ودوك نشوفوا كيفاش نخدموا مع الموقع هذا، وكيفاش نكسبوا، وطريقة الكسب، وشحال تربح، شحال هي الأرباح تاعك اليومية. هذا بالنسبة للحاسوب. أما فيما يخص الهاتف، هذا الموقع عنده تطبيق على الهاتف، جوجل بلاي، بلاي ستور. أول شيء كومونسي لهنايا، تكري ان كونت، دير ادرس ايميل تاعك، مود باس، تعاود المود باس. انا اوتوماتيك مو ديتيكتي البي تاعك، الدوله تاعك وحده هو اللي يجيبها. لا تكوشي هذه تكري ان كونت. بما ان عندي كونت راح ندير سي كونكت. كما تشوفوا راني نقوم بالتعديل، عندي 62 دولار. ثاني شيء ننزل أسفل هنايا باش تعرف. إذا كان عندك حاسوب تخدم بالبروسيسور تاع الحاسوب، سي بي يو تاعو، وإذا كان عندك كارت جرافيك خارجية تقدر تعرف شحال تكسب الأموال المال في اليوم. تضغط هنا أول شيء باش تهبط التطبيق، سونتر تيلي شارجمون. تنزل أسفل نيس هاش مينر، هذا فيما يخص اللي عنده كارت جرافيك AMD أو نيفيديا، واللي عنده يحب يخدم برك بالنيفيديا يهبط من هذا، واللي حب يدير بوت خاص بالحاسوب يرجع الحاسوب تاعو سبيسيال بوت ما يقدرش يخدم به ولا يستعمله، يديرو سبيسيالمون يعني البوت باش يدير به تعديل فقط. هنا اللي حاب يتيليشارجي لابليكاسيون يخدم بها على من الهاتف، او يتبع الخدمه تاعو من الهاتف. اوكي، هنا وين نروحو؟ نزيد ننزل الاسفل باش نعرفو شحال ندخلو، شحال المدخول تاعنا اليومي. نروحو لهنايا كما تشوفوا ديتكتي اوتوماتيك مو ماتريال، تضغط هنا انا باش تقدر تعرف شحال تعرف الماتريال تاعك تحمل التطبيق هذا. فيريفي لاباري ديتكتي، كما قلنا وهنا كالكيلاتير باش تعرف شحال دخل، شحال دخل المدخول اليومي. تضغط هنا ما تنزل أسفل كما راكم تشوفوا، تزيد ننزل أسفل فوار تو ليزا تو ليزا باراي، تضغط عليها هنا تلقى طاقة، ديرها صفر وتبحث على الكارت جرافيك الخاصة بك. مثلا عندي كارت جرافيك تجيب لك في اليوم تجيب 15 دولار 39 سنت. أنا عندي نيفيديا جي تي اكس بورس 1066 جيجا بايت، هادي تجيب لي 2 دولار و16 سنت في اليوم في 24 ساعة. اوكي، واللي يحب يبعث عن سي بي يو مثلا الحي يعد الغرب الحاسوب الخاص به بلا ما يستعمل كارت جرافيك يبحث لهنايا. مثلا يكون عندك تي سي بي كارت ميكرو بورتابل الحاسوب تاعك ام دي سي بي تاعو بهذه الصيغه عنده 5 دولار في اليوم، ولا يبحث على الموديل تاع سي بي تاعو حتى يوجدو يعرف شحال يدخل مدخول اليومي. سي بون، احنا شفنا واش عندنا كيفاش نديتيكتي الماتريال تاعنا. نرجعو لهنايا ندخل الموقع، انا راني نقوم بالتعديل. اول شيء لازم تهبط التطبيق كما قلنا، تهبط التطبيق تاعك
ديتيكتي الماتريك تاعك، تحط التطبيق تاعك كيما قلنا، هنا تهبط التطبيق تاعك، تضغط هنا مثلا، تنزل أسفل، تبعو معايا مليح، تروح لهنا هاوليك هذا الويندوز، ويندوز ويندوز ويندوز، تضغط على هذا آخر تحديث، تحب زيب. ويقوم بالحمل التحميل أو تضغط على ديركت، تعبط التطبيق تاعك. بعد ما هبطنا التطبيق كي تحل التطبيق تاعك، ما تحلش تحل الطريقة كيما هذه، تحل هكذا، هادو أرقام ما كاش باسكو ماكش معدن. ديفايس تروح لهنايا كما تشوف هنا، باش تقدر تعدل على السي بي يو تاعك تضغط على هادي تكتيبه او هادي، وهنايا على كارت جرافيك تضغط على هادي باش يبدا يعدل، او دير ستارت من هنايا. بنش مارك، هادي بنش مارك خاصة سواء بالسي بي يو كما راكم تشوفوا اللي محبس هنايا، وإلى بعد ولا كارت جرافيك. بعد ما تهب تكتب به كيما هكذا، تروح لهنايا، هادي ما تلقاش كيما تلقاها لي سطات تاعها، تلقاها ماشي متيلي شارجين، تضغط عليهم تيلي شارجيهم، واللي تحتاج ميزاجور ديرها ميزاجور، سيبو هنا كملنا. روحو لهنا بارامتر، هنا تلقى الادريس ايميل، ادريس عنوان المحفظة الخاصة بك، كوبيها ولا يطلبها منك الموقع، تضغط تكوليها. هنا الورك تاعك تحب تبدل الاسم تاعك تبدلو، هاي ديرها كيما راه كيما هكذا. هنا انا اخترت الدولة على قوة التعدين، هنايا العملة دي اس دي، لغة واحدة برك انجلش، انجلش ندخلها كيما رايح، نديرها كيما هكذا، ادفانس علمهم كيما راهم هنايا، دير بون ديكور وصورها، او دير بوست على الفيديو، دير كيما هكذا، باش نديرها هاديك هكذا هنايا. سيبو هنا رانا كملنا، تضغط هنايا باش يبدا التعديل، غير تضغط باش يبدا التعديل يخرج لك هذا البرنامج هذا سي ام دي، يقرا لك البروسيسور تاعك، يقرا لك الحاسوب تاعك كما راكم تشوفوا هنا، كور اندر ديفايس فور جي فورس جي تي اكس 1066 جيجا بايت. لحظات برك ويبدا الموقع يقرا الكارت جرافيك تاعك، يبدا يعدل لك في الموقع كما راكم تشوفوا لهنايا. هنا سي بون، روحوا لهنا المينر، ماينر عندك باسكو حبستو دوك يقرا وما يعاود يطلع، عندك الارباح اللي تلقاها لهنايا، صبروا شويه.
الارباح هذه تلقاها لهناك. شوفي هذا الرقم، هذا 3117، هذا الربح تاع 24 ساعة. كل 24 ساعة يقسمون لكم على 3، وكل قسم يروح للمحفظة تاعك الخاصة تاعك. دوك ابدا من الأول جديد، هاي 3 سوايع، هو على 4 سوايع، كل 4 سوايع هذا المعدل هذا يرسله لك المحفظة تاعك. هكذا نعطل تحت هنا الورك تاعنا يخدم كما بنشوفو. توبيراتور 66 171، هاي تخليها كيما هكذا كيما راهي. هنا الإحصائية تاعك ستاتيستيك، اوكي. راه لي ستوري باش نزيد ننفعكم في حاجه. درك البيتكوين راكم تشوفوا لنا، شوف البيتكوين هنايا راه 60 دولار، 60 ألف دولار، صح. كي كل بيتكوين طالع الرقم هذا راه يزيد، باسكو كان قسم الرقم هذا على 3، على 3 يجي 1000 وحاجة هكذا، اوكي صح. دوك انا تفهموا واش راني نقول لكم. ننزل الاسفل، انا بديت عندي شهر بالتمام 9، بديت 8 مارس، 8 مارس بديت خدمت، ما عطانيش 24 ساعة باسكو كنت نحب الساعات. كون تشوفوا دي فوا روحوا غير بالعقل، كيما هناك تشوفوا 9 عطاني هنا، شوفوا مليحة هنا عطاني 13 ألف، عطاني 1341، وهنا عطاني 1393، وهنا عطاني 1339. وعلاش عطاني الرقم هذا؟ بالنسبة للرقم هذا راه عالي عليه، لأن البيتكوين كان طايح. كي يكون طايح البيتكوين لازم يعطيك الحد تاعك وتانك الكارت جرافيك. عندي ام اس اي الكارت جرافيك، نزيد له في السرعة تاعها ونكسرها السرعة تاعها، اوكي. تولي الكارت جرافيك تخدم بقوة. نزيد نطلع غير بالعقل 10، كيف كيف راكم تشوفوا كل خطرة كيف شي يطلع بيتكوين ويطيح، يعطيك على حسب الدولارات، ما يعطيكش على حسب، ماشي زعما كيما نقول يحسب لك 3000 يعطيك 3000 شاك، ولا لا يعطيك على حسب الربح اليومي كيما تشوفوا. لو 12 لو 13، خطرة يطلع خطرة يهبط كيما تشوفوا هنا. لو 14 خدمت خطرة برك، ما خدمتش يعني 24 ساعة. لو 15 كيف كيف تعطيني 13. لو 16 كما تشوفوا لهنايا، اوكي فهمتوا. دركا عندك لي شونج، العملة تاعك قادر دير لي شونج من التطبيق نفسه، باسكو التطبيق هذا راه شوف راه تطبيق تاع دين، ثانيا محفظة، ثالثا موقع للتداول، رابعا للبيع والشراء. هنا عندنا بيتكوين، نحب ندير لي شونج مثلا، نروح لهنايا نضغط نخير العملة اللي نحبها انايا، ندير معاه لي شونج وصف غارديهم، نخليهم على المحفظة تاعي، اوكي. هنا تراد تداول، هنا قادر تداول على الموقع، هكذا خاوتي. زيد روح المارشي نعرفوا العملة شحال راهي تساوي، اسكو راهي في تصاعد وفي تنازل كيما تشوفوا. عنده الموقع هذا عنده انواع البيتكوينات يعني بانواعها. هكا راه البورتفاي تاعنا، انا راني وصلت لحد الادنى للسحب باش يكون على بالكم، بصح ماشي حاب نسحب. علاش؟ لانه كان نسحب نعاود من الاول وجديد، نبقى نعدل نخليهم كيما راهو كيما هكذا وخليه يعدل وصاي، باسكو على حساب الخبراء واش يقولوا. قال لك البيتكوين راح يوصل ل 1000 دولار، راه يطلع في الاونه هذه. هنا لي شونج تاع الديفيز تاعك، تحب دير لي شونج ثاني شيء باش يكون على بالكم، باللي قادرين عملة البيتكوين تحولوها الى العملة
للدولة الخاصة بكم، مثال لا يزدي. اوكي، راكم تشوفوا لهنايا هذا دي زاد واش دينار جزائري، نطلع الأسفل تحول إلى دينار جزائري. وقادرين تحول العملة تاعك مثلا، نروحو البورتفاي تاعنا نديرو ريتري مثلا. هنا باش نزيد نفهمكم مليح، الموقع راه عنده سحب على الكوين بيز الباير والعملات الأخرى، وهنا هنا كما نقول حنا تحب تبدا ترسل على بطاقة ممغلطة كارت مانيتيك تاع البلد تاعك بعد ما تحول العملة. وهنا كيف كيف مثال نحبو نجبد على كوين بيز، كوين بيز الربح 0%. سما دوكا لو كان هادو العملة هادي 62 دولار ولا شحال كان بيتكوين، نرسل لكوين بيز ما يدي عليا احتساب رسوم 0. اما الباير دي معايا احتساب رسوم، وهذا كيف كيف يدي معايا احتساب رسوم. الكوين بيز ما يديش معاك احتساب رسوم 0. اوكي، مينيموم عليك لو مونتو مينيموم دي ريتري اي 0.0001. وانا راني وصلت ندير كي ندير ماكسيموم، انا راني وصلت للحد الادنى للسحب. كي ما توصلش لحد الادنى للسحب تاعك ما يخرجلكش هادي، تخرج هنايا اشاره حمراء يقولك بلي ما وصلتش لحد الادنى للسحب. لذلك ما حاب نسحب، انا حبيت نخليهم. لي فري كيما تشوفوا هاديك لي فري زيرو. وكنروح مثلا الباير، ديرو ماكسيموم، شوف الباير شحال يدي عليا، يدي عليا 105 تاع بيتكوين. مونطو ريسي توتال ريسي هذا هو اسم الباير، يدي معايا 105. نروحو لهنايا ندير محفظة واحدة أخرى كيف كيف، يدي معايا 105 لي فري، يدي ماكسيموم هنا يدي معايا 105 بصح. كوين بيس يدي معايا، يدي معايا يدي قبل ما كاش يدي، كان ما كاش يدي دي فريغا. يدو 105 ماشي بزاف، المهم كان هذا هو الشرح. كان هذا هو شرح الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي عجبو الفيديو يدير لنا كومنت، واللي ما فهمش حاجة يتواصل عبر القناة. وتهلاو في رحلكم خاوتي.